طب مدام لبنى، يعني يمكن انت كنت في الملعب ساعتها؟ لا ما كنتش كنتش ملعب. كان موجودة. باباها موجود او كان اي حد ولا لا؟ لا ما لا كنتش. ما كانش حد موجود، هي كانت لوحدها. كانت لوحدها. طب مين اللي بلغ حضرتك ازاي ان جانا اتخبطت او والله وقعت؟ اتصلوا بيا وقالوا لي ان جانا مين بقى اللي وقعت. اتصل بيكي؟ والله انا اولياء ممكن الامور؟ اكون مش متذكرة. مش متذكر هو بس. يعني هو حد كلمني وقال لي جانا وقعت واتخبطت في دماغها. انا كل يعني توقعي ان هي ممكن تكون اتجرحت، فتحت. يعني دماغها فتحت بقى خلاص. اتفتحت او حاجة، فما كنتش متخيلة الموقف يعني. فقلت خلاص ماشي تمام. وبعد كده انا في الطريق برضو جات لي مكالمة تانية ان جانا هنطلع بيها على المستشفى. فانت هنا بقى. بقى طب في، طب عاوزة اكلمها، طب في ايه؟ قالوا لي مش هتقدري تكلميها. بس خضة انا بقى رايحه فتخيلات في دماغي طبعا، كل حاجه جت، كل ابشع السيناريو طبعا ابشع الصور يعني. طبعا. طب رحت على النادي ولا رحت على المستشفى؟ لا المستشفى على طول، لان هم اوريدي كانوا في المستشفى كلهم. اتحركوا بجانا وديها اتحركوا بجانا، المستشفى. اولياء الامور والبنات طبعا وكل المدربين وكله يعني كانوا هناك موجودين. فانا طبعا رحت على المستشفى على طول. طب يعني الرحله العلاجيه ابتدت ازاي؟ يعني حضرتك الاصابه كانت فاكره يوم ايه في الشهر ولا مش فاكره؟ كان يوم 28/10، 28/10. يوم احنا أربعة، داخلين يوم يعني احنا الأربعاء. بنتكلم في اكتر من شهر وشويه. طيب حضرتك رحت على المستشفى، ايه اللي حصل مع جنى؟ فاكره حضرتك اللي حصل في اليوم ده؟ هل مثلا دخلوها اوضه؟ هل بداوا يعملوا اشعاعات؟ يعني ايه اللي كان؟ فعلا. هو يعني احنا اول ما رحنا، انا اول ما دخلت هي كانت فاقده الوعي تماما. هي فاتحه عينيها بس كان فاقده الوعي، ما كانتش حاسه باللي حواليها خالص، ما كانتش بتسمع، ما كانتش شايفانا اساسا وانت يعني. كنت شايفه ماما جنى ولا انا كنت شايفاها مش ومش فاكره قادره؟ اي حاجه هي اساسا من مش ساعه ما فاكره رحت المستشفى لحد اليوم اللي بعده، كل ده مش فاكره اي حاجه. يعني، ولا فاكره ان انت شفتي مامي ولا الماما لا كانت واقفه ولا جنبك اي حاجه، لا. ومفيش حبيبتي. كلام طبعا خالص، مفيش حركه، مجرد بس حاجه كده بتبص لك بس، لكن مفيش اي رد فعل التنفس كان كويس وكل حاجه كويسه بقى بعد ان مفيش يعني. يعني هي بس كده زي ما قاعده قدام حضرتك كده، بس بس من غير نايمه اي مفتحه حركه، عينيها. بس من غير اي حركه طب خالص. المستشفى عملت ايه بقى ساعتها؟ ايه اللي تم؟ لا هي المستشفى ساعتها طبعا اول ما انا رحت وشايفين الحاله بالمنظر ده، عملوا لها على طول اشعه على المخ، تمام اشعه مقطعيه على المخ الحمد يعني. لله. وبعد كده قالوا هنحطها 24 ساعه تحت الملاحظه، هتتحجز يعني وتتحط 24 ساعه تحت الملاحظه. اتحطت بس كانت في اوضه عاديه ولا لا في كانت في الرعايه؟ العنايه، في العنايه المركزه في تمام، العنايه المركزه. 24 ساعه تمام. فبعد كده تشخيص طلع ان هي عندها ارتجاج في المخ، تمام و نتيجة الخبط. نتيجه الخبطه طبعا. فده عامل طبعا كون ميه حوالين المخ، فطبعا رشح، وظائف حصل الجسم رشح. وظائف الجسم كلها في خلل يعني، في خلل. خلل وكده. فعلى هذا الاساس طب يعني. هم عملوا اشعه وقعدت تحت الملاحظه 24 ساعه، خرجت من المستشفى بعدها بيوم ولا استمرت في لا لا المستشفى؟ قعدنا بتاع 3 4 ايام، لان كان برضو في اشعاعات شغاله برضو فحوص مستمر. اعصاب. طبعا اشعه مقطعيه واشعه رنين، وعلى العمود الفقري طبعا، وعلى فقرات الرقبه وعلى المخ وعلى كشف كامل. كامل بصراحه. بس بعد كده برضو من خلال الفحص يعني طلع برضو ان عندها اصابه في الحبل الشوكي، وهي دي اللي عملت بقى ايه، وقفت الاطراف الاربعه من الحركه خالص. وهي الاصابه كادمه ان شاء الله مع الوقت يعني؟ الدكاتره قالوا اصل حاجات الاعصاب دي بتاخد وقت شويه. اكيد اكيد. بتاخد وقت هي طويل طبعا يعني. اساسها العلاج الطبيعي، برافو عليك، هو ده مرحله اللي عايز العلاج اقوله. الطبيعي دي هي مهمه جدا في الفتره دي يعني. احنا خدنا العلاج الطبي خلاص الحمد لله. الحمد لله، فالفتره دي بقى العلاج الطبيعي هو اللي هي. يعني جانا قعدت 4 ايام في المستشفى وبعد كده خرجت. 4 ايام بعد كده رحنا مستشفى نيور اسبيتاليا في 6 اكتوبر. رحت مستشفى تانية. مستشفى تانية التخصص بقى، تخصص تمام. عشان قعدت يبقى بقى. الفحص بصورة اكبر يعني. طب وقعدت في المستشفى التانية قد ايه؟ 15 قعدت يوم بتاع اسبوعين اسبوعين. كده. بتاع يعني قعدنا برضه اسبوعين. فترة تانية بس تحت ملاحظة في مستشفى تخصصية اكتر. طبعا تمام. طبعا مع اكيد. ده بقى تلقي علاج بقى، العلاج العادي يعني شرب حبوب المحاليل طبعا. محاليل. محاليل كانت على طول، محاليل كل حاجة محاليل. طب وحبيبتي كانت بتقدر تاكل؟ بتقدر تاكل يا جانا في الفترة دي ولا لا؟ اول ما رحت المستشفى التانية التانية. بتقدري تاكلي؟ كنت بقدر اكل، بس مش بكميات كبيرة، حاجات طبعا لسه بسيطة في الاول، عشان وبعد المعدة. كده يعني بدأت اكل. يعني ما كانتش قادرة تمضغ حتى المضغ طبعا نفسه، طبعا. مش قادرة تحرك بقها اصلا. هذه قلت كلمة كويسة، او في خلل في كل الحركة في الجسم في حتى وظائف المضغ. الجسم كلها. فعلا لا يا فعلا، كلمة كانت حتى في واضحة. حركة العين حضرتك يعني، لا برضو بس حركة العين هقول لحضرتك بس هي. انا شفتها في الملعب اتصورت معاها، يعني كان ليا الشرف ان اتصور معاها. ربنا انا يخليك. كمان والله وكانت لا النهارده بسم الله ما شاء الله يا رب احسن. الحمد لله، هي كل يوم احسن الحمد الحمد لله لله. هي الحمد طبعا لله يعني مقارنه بالوضع في الاول، لا الحمد لله الحمد لله صحيح. على كل حال طبعا.